حضور الكرام كل الاحترام، سعيد أن أكون بينكم، لكن الأهم أن يكون حضوركم فاعلا، بمعنى أن نستمع القول ثم نفعل. مشكلتنا في شرقنا أننا حاولنا قدر ما يمكننا، حاولنا منحناه الحياة كاملة بكل كرم دون أن نفكر لحظة فيما يحدث لنا، لكن يبدو أن الشرق كله يعاني من مشكلة سنتحدث عنها بوضوح. الأهم هو أن يكون كل منكم رسولا للإنسانية، أن يكون كل شخص منكم ليس قادما للاستمتاع بلحظات نفكر فيها، إنما أن تخرجوا من هنا إلى الدنيا برسالة، كل منكم حسب قدراته حسب مكانه وإمكانياته، لنحمي العالم إن لم نستطع أن نحمي بلادنا وشعوبنا، لنحمي الحضارة منا. وكي يعرف العالم كيف نفكر، حدث أن تحدثت في محافل دولية، بعض الحضور نعتوني بأني نازست، يعني فاشست، لأنه هو لا يعرف كيف يفكر الوحش، هو يفكر بمنطق زمنه ومفرزات زمنه القيمية والأخلاقية، وصنع قطيعة معرفية مع هذا الشرق ومنتجه ومنجزه، فلم تعد هناك لغة مشتركة يستطيع أن يفهم ما نقول. اللفظة اختلفت دلالتها، اللفظ لدينا ليس كما هو لدى العالم الحر المتقدم، بالتالي بالإمكان أن يكون الغرب في غياب في عمق الديمقراطية وفي عمق الحريات عن رؤية ما هو آتي. الإنسان منذ فجر تاريخه وهو مشغول بفكرة فناء العالم أو فناء البشرية نتيجة ذكريات الإنسان البدائي مع في الصراع مع كوارث الطبيعة الكبرى، فأصبح لديه حالة فوبيا من دمار البشرية، من دمار الإنسانية. كتبت روايات، صنعت أفلام تتحدث عن الخطر على الأرض، منهم من تحدث عن كائنات فضائية قادمة لتدمر أرضنا، منهم من تحدث عن حكومات دخلت في صراع فكانت النتيجة دمار العالم، تحدثوا عن كل ما هو ممكن أن يدمر العالم وكيف يمكن مواجهته. لم أرى حقيقة في أي مما شاهدت إشارة إلى الخطر الحقيقي على العالم. الخطر الحقيقي على العالم هو الإسلام كما هو متاح ومتداول الآن في عالمنا العربي والإسلامي. كي نواجه هذا، أنتم من يمكن أن تنقلوا هذا إلى الدنيا، كل منكم بطريقته. أولا علينا أن نفكر، نفهم كيف يفكر الوحش. إن لم أستطع أن أتعامل وأدخل بنية تفكيره
لأعرف مكونات الفكرة وكيف يفكر، فإنه سيستطيع هزيمتي. أستثمر وجودي بينكم اليوم لتنبيه الإنسانية إلى خطر هائل هو يتمثل تماما في ما نراه اليوم من حركات إرهابية في العالم، سموها كما شئتم، حركات إرهابية، حركات إسلامية، إنما أن يفكر كيف يفكر الوحش، علينا أن نعود قليلا إلى منشأ الفكرة في زمنها وفي مكانها، كيف نشأت وكيف أصبحت وجودا قائما. الإسلام نشأ في منطقة من أفقر مناطق العالم، بيئة ضنينة، شحيحة بكل شيء، ليس فيها ألوان، فيها لون واحد صفراء تتمطى في تثاؤب كسول على مدى البصر، ليس فيها من مظاهر الحياة الكثير لتكون لديه مفردات يستطيع أن يشير بها إلى موجودات حية. مفرداته جافة جفاف الصحراء، مفاهيمه مغلقة على لون واحد هو لون الصحراء. العربي في هذا الزمان والمكان هو ينتمي إلى قبيلة هو ترس فيها يحميها وتحميه. أي شيء يتحرك قابل للأكل، أي شيء بيمشي بيتحرك يؤكل. الصراع على الخيرات الضنينة في البيئة جعل الصراع بين القبائل على هذا الخير القليل صراعا صفريا، أحدهما يعيش والآخر يموت، وعندما يموت الآخر يؤكل لأنه لا يوجد طعام، وهذا طعام ثري بمعنى لا يفرط في جثة المقتول إنما يؤكل. فلكم أن تتصوروا بيئة ضنينة تأكل من آكل لحوم البشر، من مضاجعي الحيوانات بشكل اعتيادي، من هؤلاء، كيف يمكن أن تفرز هذه البيئة فلسفة لخلاص العالم؟ بيئة أكلي لحم البشر، كيف يمكن أن تنتج لنا نظرية لخلاصنا وخلاص العالم؟ القبيلة تقوم على فكرة التماسك اللزج الشديد القوي حتى لا تضيع في الصحراء. الفرد لا قيمة له في الصحراء، القيمة للجماعة، القيمة للمجموعة، للقبيلة، للأمة. بعد ذلك أن تكون الأمة هي الأقوى بغض النظر عن حال الأفراد داخل هذه الأمة، فهو لا يأتي لا في خيال ولا فكرة البدوي العربي الصحراوي. هو لا يستطيع أن يتصور أن يقوم العراقي القديم أو المصري القديم ببناء كالهرم أو كحدائق بابل أو أي معلم تاريخي بمفرده، لأنه الفرد غير موجود. الفرد بأشواقه، بأمانيه، بحبه، بفقره، بألمه، بوجعه، هو غير موجود. هو موجود من أجل القبيلة، هو موجود من أجل الأسرة. لذلك تم
عملية ما يمكن أن نسميه التماهي والذوبان في ذات القبيلة المتمثلة في جدها البعيد الذي هو يصبح فيما بعد ربها وحاميها. لهذا أبدا لم يستطع البدوي أن يفهم معنى الأرض. الأرض بالنسبة له شيئا غير ذا قيمة، لأنه هو يتحرك دوما، هو دائم الحركة، هو لا يهدأ، هو لا يجلس في مكان، هو يطارد غيره من أجل أن يسلبه ما بيده من خيرات قليلة وضنينة. بالتالي يتم تقديس سلف القبيلة ويصبح ربا لها باعتزاز شديد، الكل فداه والكل يجاهد من أجله، جد القبيلة، وأنه الذي يعرف مصالح القبيلة. وعلى القبيلة أن تكتشف سبيلا للتواصل مع هذا الجد البعيد. هم كلهم يعرفون أن هناك ربا في السماء. لو سألت أي قبيلة حتى في الدنيا لها أربابها الخاصة يقولون هناك إله كبير في السماء. فمن هي الأرباب؟ الأرباب هي أجدادنا الصالحين، جد القبيلة الصالح اللي يستطيع أن يحدث رب السماء أو رب الكون بمطالب القبيلة، فهم شفعاء إلى رب موجود في أي مكان ما، لكن هم حددوا له السماء تحديدا باعتبارها المكان الذي لا يمكن الوصول إليه والبحث فيه عن الإله، أي أنه في مكان بعيد لا يمكن أن نراه. هنا استثمر الإسلام أو هو هكذا نشأ في هذه البيئة بذات الطريقة بذات المنهج. لذلك أنت لو لاحظت أنه لم يحدث أبدا أن توحدت القبائل في وحدة واحدة إلا في فترة قريبة من ظهور الإسلام، قبله بعقد أو عقدين، عندما بدأت المصالح التجارية تظهر وأصبح بالإمكان أن تعقد قبيلة وأخرى تحالفا، فظهرت ظاهرة الأحلاف بين قبيلتين ثلاثة يشتركوا في المصالح، ليس أبعد من هذا. إنما فكرة أن يقيموا لهم كيان واحد، دولة، أمة، هذا لم يخطر على بال أحد ولا على بال محمد نفسه، لأنه هو كان الغرض، ما هو أنا لو هتحد قبيلة مع قبيلة لازم حد فينا يتنازل عن سيد قبيلته لينتمي لسيد القبيلة الأخرى، وهذا هو العار. فكل سيد قبيلة، كل قبيلة تعتز بسيدها، ومن الأنفة، الأنف المرفوع لفوق والكبرياء، ألا أخضع لسيادة سيد من قبيلة أخرى. بالتالي تعطل قيام نوع من أنواع الحكومات البدائية أو الدولة البدائية الموحدة حتى ظهور الإسلام الذي جاءهم بالقبيلة الأكبر، أي أنه قدم له قبيلة أرقى وأكبر، ليست بني عبد مناف ولا بني هاشم ولا تميم ولا كلب، إنما هي القبيلة التي تخضع لها أرباب القبائل الأخرى، هي قبيلة رب السماء نفسه، اللي هو ممكن تخرج من قبيلتك وتدخل قبيلة الإله وأنت مطمئن إلى أنك قد ارتقيت في سلم القبلية. إخضاع العربي الآخر لسيادة هبل كانت مستحيلة، أو سيادة منات مستحيلة، لكن إخضاع الجميع لرب السماء والتأكد أن هناك شخص يمكنه التحدث مع رب السماء مباشرة كان بالنسبة لهم مخرجا إلى
من حالة التوحد الربوبي إلى حالة التوحد الإلهي، فيصبح الرب هو رب قبيلة المسلمين، فيستطيع أن يأمنوا أنهم لا زالوا بأنفتهم وكبريائهم، وأن محمدا بالنسبة لهم ليس بملك، وإنما هو الوسيط القائم بينهم وبين رب السماء. لو قارنتم شكل ومنظومة المجتمع الإسلامي والتجمع الكونفدرالي الذي أنشأه محمد من يثرب خلال 13 سنة الأخيرة في حياته، ستكتشف أنه لا علاقة له بمنظومات الدول على الإطلاق، ولا الحكومات ولا الأنظمة الرقابية ولا القضاء ولا السياسة ولا الرئاسة، فيش حاجة من ده خالص. هي منظومة القبيلة نفسها، المنظومة الإسلامية في الدين الإسلامي، هي قدمت للعربي حياته الأصلية كما هي، طريقته في الحياة، طريقته في القضاء، طريقته في قضاء مصالحه، هي. بل أنه منح من كان يتم استهجان سلوكه بين القبائل رضا سماوي، أي أنه حتى المارق على قواعد القبيلة منحه الإسلام فرصة أن يكون مقاتلا مرتزقا مقدسا، وليس باحثا عن نعمة، إنما هو هذه النعمة مكافأة له، أنت تؤمن بالله والله يعطيك ما بيد الآخرين. هذه حياة البدو. البدو من فجر تاريخهم نعلم أنهم على حدود الدول الخصبة، سواء في بوادي الشام، سواء في بوادي الحجاز، سواء في البوادي السينائية. البدوي ينتظر طول العام جاره المزارع حتى يزرع ويبذر وينتج ويحصد، وتبدأ جحافل الأعراب تهبط على الحدود، الدول الزارعة المنتجة المجتهدة، لتسلبها خير السنة مع بعض النساء والأطفال إن أمكن ليتم استعبادهم بعد ذلك. ومن هنا قال لهم أنكم أمة وحدكم من دون الناس. المسلمون هم أمة الله، هم قبيلة الله التي اختارها، وأصبحت مهمة هذه القبيلة، أولا هم تحولوا إذن من مجموعة قبائل، من مجموعة أديان، إلى قبيلة واحدة، إلى دين واحد. أصبح هذا الدين يجمع مختلف القبائل والعناصر، كما لو كانت الدين الإسلامي أصبح ريس، أصبح عنصر، أصبح قرابة، حالة قرابية، نحن المسلم أخو المسلم أينما كان. وتنتشر القبيلة في العالم كله، انتماء المسلم في استراليا إلى المسلم في أمريكا، إلى المسلم في أي دولة موجودة في العالم، هو من عنصر واحد، من ريس واحد، من أصل واحد، ينتمي إلى الإسلام. فيتعامل المسلمون في العالم كله مع بقية الدنيا على أنهم ليسوا دينا فقط، وإنما هم عنصر مميز مختار من خالق الأرض والسماء. هم خير أمة أخرجت للناس. اتخذ هذا يعني أي غير مسلم هو ليس من عنصر المسلمين. بالتالي بالافتراض البدوي أن المخالف دائما أو الغير الموجود في الصحراء هو عدو بالضرورة، إما أنه يبحث عن خير وجاء يقتلني، أو أن لديه خيرا ويجب علي أن أقتله. فبالتالي وحمل الوجدان الإسلامي قسوة هذه البيئة، هذه بيئة قاسية لا ترحم أحدا،
ومن هذه القسوة تشكل وجدانه وتشكلت عواطفه. أي غير مسلم هو يضمر العداوة بالضرورة لكل المسلمين، ويرى المسلم أن غير المسلمين يحقدون عليه ويعضون عليه الأنامل حسدا لما هو فيه من نعمة الإسلام، وبالتالي هو مستعد للدفاع عن إسلامه العزيز هذا بقتل الآخر المخالف. بمعنى من يعلم أنه هو محبوب الله الوحيد، وأن الله خلقه هو بالتحديد ليقوم بمهمة سيادة الأرض وإخضاعها لرب قبيلته الواحدة، أي اختلاف، أي نوع من الاختلاف البسيط، تذكرون عندما كانت القبائل تدخل حروب سبعونية وسبعينية بسبب داحس والغبراء وبسبب معزة، يعني ممكن معزة تؤدي إلى مقتل البشر من القبيلتين. الغرب لديه مشكلة في التعاطي وفي التفاهم مع الإسلام، وهناك ما يشيعونه في بلادنا عن أنهم بينشروا عندهم حاجة، حالة نفسية عقلية اسمها الإسلاموفوبيا والخوف من الإسلام، وأنه واكتشفنا الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة اللي كثرت فيها حوادث الإرهاب أن هولندا الراجل طلع يعرف الإسلام كويس وقال إنه اللي بيحصل ده مش هو الإسلام الصحيح، والراجل برضو بتاع كل رؤساء العالم اللي حصلت عنده، حتى الراجل الطيب الغلبان اللي لا من حارتنا ولا من بيتنا، الراجل بان كي مون الغلبان يعني برضو طلع عارف الإسلام أكثر مننا، وبيقول إنه يعني ده كله لا يعبر عن الإسلام الصحيح. وكل الجماعات القائمة في المجتمع الإسلامي منذ فجر تاريخها لحد النهاردة كل منها يقول أنا بس من يعرف الإسلام الصحيح، ونكتشف في النهاية أن كلهم عارفين الإسلام الصحيح، والناس اللي مش عارفينه بس هو إحنا من نعرف الإسلام. أو لو قارنت ما بين رؤى الفرق الإسلامية ما هو الإسلام الصحيح، ستكتشف أن النبي محمد الوحيد اللي ما كانش يعرف الإسلام الصحيح، لما بينهم من فروقات واسعة. يعني مسألة أنا شخصيا أود أن أقول لكم من فضلكم زيدوا حقن الإسلاموفوبيا في العالم، من فضلكم عرفوا العالم أنه في خطر ساحق. أي مسلم يعتقد أن دينه صالح لكل زمان ومكان فهو إرهابي بالضرورة. عندما يعتقد المسلم أن دينه صالح لكل زمان ومكان ويتبع أدنى ما فيه ينفذه كالملبس كاللحية كالجلباب كالزي، هذا رجل إرهابي. أن أراه في المطار أمس وأنا قادم وأرى قائمة سوداء لا تعرف منهم أحد، طفلة لا تزيد عن 7 سنوات معهم تلبس زي المقابر، ونظرت إليك تستحي لأنها تعلم أنها أنثى، علموها وهي طفلة أنها أنثى وأنها عورة وأن أي أحد يشتهيها، فتنظر إلي وأنا أبتسم لها فتكسر عينها. من طفولتها يشعرونها. أنا فزعت الحقيقة امبارح في المطار من مشهد الست سيدات وطفلات ومعهم ذكر عتيد
يسير يختال في المطار، كيف سمحتم لهذا هنا؟ أنا في مصر في الشارع قد أحتج على هذا المشهد، وممكن أكل علقة عادي يعني، ممكن أحتج على المشهد وأحاول أن أتعامل معه، فكون النتيجة أن المجتمع هنا إحنا عندنا الحقيقة في مأساة خارج منطقة المفكرين والمثقفين، والتي ليس في مستطاعنا التعامل معها. يتعامل معها بقى السياسيون والناشطون، وهي أساليب الحكم في بلادنا ونظم الحكم في بلادنا التي تعلم يقينا ما نعلمه يعني، لكنها أيضا تعلم أن هذا هو سبيلها إلى الاستمرار والسيطرة، وتصنع لنا من المشاكل والكوارث مما يحول يوميا من محاولة التقدم بالمجتمع نحو العلمنة. أي مسلم يرى نفسه مختار الله، الجنة صنعت له لوحده. من يعتقد ويعيش بينكم أن الجنة صنعت لوحده وقاعد معاك، يبقى أنت قاعد مع إرهابي. شوفوا يا أخوانا، كل العقارب تقتل، لكن هناك عقارب قد قتلت بالفعل، وهناك عقارب لم تقتل بعد. الفرق بينهم أن التي لم تقتل بعد لم تجد الفرصة لتقتل، لم تجد نفسها على الطريق لممارسة أفضل تقرب إلى الله، أفضل قربة إلى الله في الإسلام، هي الانغماس في العدو. أفضل قربة إلى الله هي فريضة الجهاد. هذه الفريضة بالمناسبة أهم من الصلاة، أهم من الصوم، أهم من الزكاة، أهم من الحج، أهم من أي شيء عند المسلم. والجهاد تعريفه لغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب هو الإيغال في قتل العدو، أن تغمس يدك في أمعاء العدو أو قلبه. هنا تكون قد جاهدت، كلمة جهاد من جهد عليه، أي تعب في قتله، يعني هو بيقتل وتعب في القتل، لازم تتعب في القتل، تغمس يدك في الأمعاء وفي القلب وفي الكبد. هذا هو الجهاد، هذا هو تعريفه. أنا مروح مصر بكرة، مسافر وسيبكم، وعايز أقول اللي أنا عايز أقوله النهاردة. أما وطبعا متوقع أنه يحصل لي أي حاجة في مصر، حضراتكم اللي هكونوا مسؤولين عن الكلام ده، بمعنى أني ظهري هو أنتم، معتمدي هو أنتم، أنا راجع لقفص الوحوش، راجع لأمارس حياتي اليومية في الصراع، معتمدا. أنا قلت لهم إنك أنتوا، أنا ما حدش يقدر يحبسني في تلفزيوناتهم كده أكتر من مرة، وما بيحبسوا أي حد، هذه مش محتاجة قدرة يعني، ده هسك عليه يجوا هسكين عليه خلاص، ما فيهاش بقى قانون ودفاع، ما فيش الافلام دي يعني. لكن انا قلت لهم انا ما حدش يقدر يحبسني خالص، وهذا التعبير انا صادق فيه مع نفسي. انا ليا زملاء في العالم هم افضل الناس، هم انجح الناس في اماكنهم، ليا ابناء هم اروع الشباب، بناتهم اجمل البنات، هم تعبوا ثقفوا أنفسهم وتعلموا وأصبحوا ذوي حيثيات ومناصب ومراكز. هؤلاء الذين حتى لا أعرفهم بالاسم، هؤلاء هم مستندي، هم ظهري،
أتمنى عليكم أن تكونوا عارفين بهذا حتى أكمل محاضرتي. عندي سؤال واحد. رغم أنه شعار أو الثيم تبع المؤتمر اليوم هي العلمانية هي الحل. نحن عايشين ببلدان علمانية. نعم. هل عم تشوف هل يوجد مشكلة بالعلمانية بحيث ما عم تقدر تمنع الحركات؟ أنا من سوريا. نعم. أنا كنت شوف بسوريا أنه أفضل قاطعين رؤوس بسوريا إجوا من أوروبا. خلقوا بأوروبا وعاشوا بأوروبا وما تعرضوا للقمع ولا ولكن العلمانية الأوروبية أو حرية العقيدة الأوروبية سمعت بظهور نفس الوحش اللي انخلق بالبيئة الجافة. نعم. فهل في مشكلة بالعلمانية نفسها؟ هل هي حل بالفعل؟ هي حتى الآن هي الحل. إذا ما مشكلة. حتى الآن هي الحل. حتى الآن أينما وجدت وطبقت نجحت وتفوقت. لكن إذا كانت الجرعة الإنسانية الأخلاقية فيها أعلى عالية بنتيجة علو البنية العلمية التحتية اللي شايلها ورفعها وأنها كل يوم بترتقي فبالتالي البنية العليا بترتقي أيضا. هو أنا في تصوري وأتمنى أن يكون لدى غيري أيضا تفسير آخر. أنا أتصور أن الغربي ابن الثقافة الغربية ابن العلمانية الذي يذهب إلى هذه المنطقة أنها تقدم له مشروعا تقدم له مشروعا يتحقق فيه أنها تجعله مسؤولا تعطيه الشعور أنه كائن موجود وفاعل ويستطيع أن يفعل من أجل تغيير العالم تعطيه الشعور أنه رسول الإنسانية لإنقاذ الإنسانية مما هي فيه تعطي للمعتوه عقلا فيسعد بالعقل وتعطي لفاقد الحضور والوجود والذي يشعر أنه شيء تافه في مجتمع يتحرك يريد أن يكون هو أيضا صاحب دور فيه ولا يستطيع فهي تمكنه من تحقيق ذاته بتعطيه أمل أن يكون صاحب رسالة وهذه عادة ما تجمع كل الفاشلين هذه الفكرة تجمع كل الفاشلين أنا أتصور أن لو حد عمل دراسة مجتمعية نفسية للغربيين اللي انضموا لهذه الحركات إما أنها بنت فشلت في أن تقيم حبا حقيقيا في بلادها فقررت أن تذهب للانطلاق الوحشي أو شاب لم يتمكن من تحقيق نفسه وفشل في إيجاد دور مجتمعي هام لي فقرر أن يكون مهما لا أتصور أن القادم من الغرب عينه على الحور العين لأن الحور العين اللي في الجنة كلهم لو اجتمعوا مش هيساووا دراع واحدة من اللي قاعدين هنا يعني من الآخر يعني عشان بس نبقى واضحين يعني الحور العين في التصور القديم والمحمدي غير تصورنا حتى جمالياته مختلفة تماما يعني عنده الجمال أن تصب الماء المرأة على رأسها فلا يمس الماء بطنها لكبر الأثداء وكبر البطن تقبل بأربع وتدبر بثمان كما كانت عائشة بنت طلحة مثلا الموصوفة بالجمال أنها تعمل شيلة بطيختين نمس كده في صدرها بطيخ كبير وكذا هذه مقاييس جمالية يعني زمنه كان كده فالحوراء كده الحوراء في الجنة بالشكل ده فهو مش هيسيب هو عارف ما عنده هنا الحوراء الحور كتير إذن الغربي مش رايح للحور اللي رايح للحور الشرقي الشرقان جنس المصاب بكل العقد والمشاكل الجنسية فهو عايز يروح
كل وبعدين تصور الجنة اللي هتبقى انت قاعد فيها، انت مالكش اي مهام، انت مش هتقوم بعمل، انت للابد، انت هتقوم من دي على دي، وربنا هيبقى قاعد مستمتع ويشاور لك خلاص يا مؤمن سيب دي روح لدي بقى ويغلق البكارات بعد فتحها، وربنا يخيط البكارة كل مرة كل ما تروح البكارة يعملها له. وأنا معلش لازم أبقى قليل من قليل من الابتسام يصلح الجلسة، وإنه كل مهم قاعد كل ما حرم منه هو محروم من الجنس في الدنيا، لأن هقول لك محروم إزاي، فهو يأخذ الجنس ب ب ب بفجور في الجنة، يظل سيدا تتوسل إليه الحوريات، فتقول له الحورية على السرير المجاور: أما أنا لنا منك يا سيد الجنة من صولة وجولة. فالرجل هو المطلوب هناك. بعد ذلك أيضا عنده أربع أنهار: نار من ماء غير آسن. ليه؟ هو طول الوقت بيشرب ماء آسن، مية ركنة في برك ومستنقعات وفي فخار وفيها ديدان، ويزيحوا الدود بأيديهم كده ويشربوا، شفتهم أنا كده. فهو أهم حاجة عنده مية نظيفة وكتيرة فيها ماء مسكوب، يعني تقدر تمسك شوية الماء دول كده في الجنة وترميهم تحدفهم، فيها ماء مسكوب تستطيع أن تسكب الماء من كثرة الماء. متكئين فيها على الأرائك، أعظم حاجة كانت موجودة الكنبة، يعني كسرى بيقعد على كنبة، وعايز يقعد على كنبة، ومتكئين فيها على الأرائك. هذا أقصى أحلامهم. اليوم وهم اليوم في شغل فاكهون، يفسره الفقهاء بأنها فض الأبكار على أسرة الجنان في ضيافة الرحمن. وملوش شغلانة تاني، وإحنا مهمتنا نشرب مية كوز كده يسلموا لك وانت داخل الجنة، تقدر تشرب مية، تضرب تشرب خمر، بس لأنه هو مش ملوش علاقة بالخمر قوي كان ما زبطهاش، يعني قال لك في نار عسل، طب اعمل نار مخلل يعني، إنما تشرب خمر وعسل ترجع. التصورات دي تصلح لواحد غربي؟ أنا بقول الكلام ده بضحكك عشان تصلح لواحد غربي يروح يتطوع علشان يقاتل في صفوف داعش؟ هل هذا يغوي؟ هو يغوي انه صاحب دور، انه راح يتحقق، انه رايح يثبت انه قد ان لحياته معنى، بس ده كل الموضوع. الانثى الاوروبيه اللي بتروح اما انها مريضه جنسيا وعندها حاله جوع وشبق لا ينتهي، وسامعه ان في هناك حيوانات جاهزه موجوده طول الوقت، او إنها فشلت في حبها أو في علاقتها بمجتمعها أو بأسرتها. إنما هناك بقى بياخدوهم يزبطوهم، ولذلك اللي بيرجع منهم الحقيقة يعني بتشوفوا ما بيقولوا إيه. مشكلتكم، إحنا عارفين مشاكلنا في بلادنا، مشكلتكم في بلادكم هنا في الدول الأوروبية مش واخدين بالكم أن الإسلام لديه مشروع بديل كامل لطريقة حياتكم، ليه بديل على القعدة اللي أنت قاعدها دي، قعدة كثرة. الجلوس المرأة على الكرسي يؤدي إلى الشيطان يعمل فيها حاجة، دي فتاوي، ما تقعديش على الكرسي. والله الترابيزات دي ما تعرفوهاش، دي حاجات من صنع الشيطان. الميكروفون ده غلط. هو لديه مشروع كامل بديل للكوباية وبديل للكرسي وبديل للزي
وبديل لكل شيء. أما حصلت الهجمة الوهابية بعد هزيمة المشروع القومي في 67، ومعلوم أن المهلكة الوهابية بتجهز نفسها من وقت مبكر عن ذلك، لكن كان قمة التخطيط الوصول إلى كارثة 67 وانهيار المشروع العروبي القومي الناصري اللي كان منتشر في المنطقة، بحيث لم يكن بديلاً أمام الدكتاتور سوى أن يبدأ بدفع رجال الدين لتهدئة. كانت هزيمة ساحقة ماحقة مرعبة، حطمت كل شيء، أهم شيء حطمته وهزمته الأرواح، هزمت الروح، هزمت العقل. فكان مستعدا لتقبل أي يد تمتد إليه. كأصدقاء الملحدين مثلا، صديقي محمود الجندي الفنان يجي يسهر عندي كل الليلة ويشرب للصبح ويروح ومبسوط 24 ليلة، فتحصل حريقة عنده في البيت ومراته تموت، ويلاقي أول كتب ولعت كتبي أنا في المكتبة. أو قال ده في التلفزيونات يعني، وقالوا إنه بعد كده عرف إن ربنا بيبلغه رسالة فاطمن وذهب ليعبده. أي إله يعني، أي تصور لفنان مبدع قارئ مثقف بيته مش ليس بالمعنى اللي بنفهمه عن الثقافة يعني، فيحترق البيت فيقول كتب سيد الأمن هي اللي حرقت لي البيت، والكتاب الوحيد اللي نجا في المكتبة المصحف. الله في هذه اللحظات التاريخية بدأنا نرى الفن المصري، الروح المصرية الجميلة الحنونة الطيبة الحبوبة، اللغة الشعبية المصرية التي تصل القلوب، واللي كان الناس متجمعة بها لوحدها من غير لا سلطان ولا سيادة لأحد أحلى أحد. هذا الحنان الفيلمي الفني الكلمي الموسيقي المسرحي تم نفيه وتكفيره وإيقافه وقص كل اللقطات اللي فيها بوسة مثلا في الفيلم. يعني احنا نشوف نادية لطفي عبد الحليم حافظ زمان 177 بوسة في الفيلم، كويس؟ فالفيلم كان طويل ساعتين، منه 177 بوسة، كل بوسة خدت لها دقيقة، يعني حاجة كده تيجي تشوف الفيلم دلوقتي الفيلم ربع ساعة، يعني وشالوا البوس، مع ان البوس مش حرام يا اخواننا بالمناسبة في الاسلام، يعني في عقيدة الاسلام نفسه البوس مش حرام. محمد كان فاهم الدنيا صح قوي، يعني بسيطة، يعني الست اللي جات قالت له انا زنيت، وحكاية يعني بتتقال حصلت او ما حصلتش، لكن احنا عندنا المخزن نفهم ايه يعني. راحت للنبي وقالت له انا زنيت، فبيبين لك بقى الرحمة النبوية انه لا ذهبي ربما تكوني قد قبلتي، امشي يمكن بوستي بس. ان ميري وهو حاكم السودان وطبق الشريعة اعدم خطيب وخطيبته بيبوسوا بعض في حديقة عامة، اي انهم يتزيدون في قهر الناس باسم الدين ومن على ارضه ومن على سجادة الدين ومن داخل مخ رجل الدين، لأن اللي تم إعدامهم تم إعدامهم بأوامر دينية وبفتاوى دينية. شاب وفتاة يقبلان بعضهما في حديقة عامة في السودان تم إعدامهما، رغم أن النبي قال لا اذهبي ربما تكوني قد قبلتي. قالت له لا أنا عملتها. قال لا طيب اذهبي ربما تكوني قد فخرتي،
يعني بس كده مش مش كده يعني مش قوي بس عايز اشرح اللفظ مش لاقيه ما هي المفاخذة هتفهموها ازاي لازم اشرح لك ربما تكوني قد فاخذتي قلت له لا كان كالمرود في المكحلة وأنا حامل قال لا اذهبي فلديه موتك انت وهو داعش بتموت الحبالة عادي جدا مع يعني هم أصبحوا أكثر قسوة من المنتج نفسه يعني طوروه أضافوا إليه مزيد من العنف ومزيد من القسوة من يعيش بينكم هنا ويرتدي هذه الأزياء هو أكثر قسوة من محمد اللي قتل في الليلة واحدة 860 بني آدم وطفل في قريظة في ليلة حتى صنع نهرا من الدم في المدينة الذي يسير بينكم بهذا الزي هو أكثر قسوة من هذا الرجل هو أشد عنفا على العالم أن ينتبه للوحش كل الأديان حلت مشاكلها مع الحداثة إلا الإسلام لأنه يرفض التخلي عن فكرة الصلاحية لكل زمان ومكان هذه مأساة مشكلة المشكلة دي انتم مش عندكم حلها اعلوم حلها عند العرب او المسلمين اللي قاعدين وبيشتغلوا في الموضوع ده لكن المأساة انك انت مش بتواجه العقيدة انت بتواجه مجتمع بكامله انت تريد ان تنقذه وتأخذ بيده وهو يريد ان يقتلك بتواجه حكومات هي تريد المجتمع هكذا وتريد ان تحبسك او تقتلك عندما عجزت الأديان عن حماية البشرية وظهر منهج التفكير العلمي والصناعة والاختراع والاكتشاف تمكن العلم من إيقاف الكوارث التي كانت تصيب البشرية رغم وجود الأرباب والأنبياء والرسل طوال التاريخ يعني اكتشف الإنسان أنه مشكلته ما تحلتش ومشاكله في الحياة ما تحلتش إلا على يد الكشف والعقل وإعمال العقل العلمي أوقف الكوارث حقق نتائج هائلة رفه البشرية اخترع فاكسينات البشرية اللي مفيش نبي من الأنبياء منع الطاعون ومفيش نبي من الأنبياء يعني بنى يعني مش عارف اقول اين هرم موسى او اين حدائق يشوع المعلقة او اين سواء من حيث المعمار من حيث الى اخره هو يقدم نفسه سيدا ليس اكثر وعليك ان تطيع تفضل بس اريد ان ارحب بانصاف حيدر زوجة رائف بدوي لمن ما كل التضامن ستكون معنا اليوم تأخرت شوي بسبب الطريق وستكون معنا اليوم أيضا شكرا الدين يطلب حقوق الله مش حقوقنا هو ملوش دعوة بحقوق البشر الدين يطلب حقوق الله ورجال الدين مهمتهم الحرص على وصول حقوق الله إليه و يقوم المندوب المقدس بتحصيل هذه الحقوق الخاصة بالإله من البشر ويشرفه على تطبيق أوامره وحماية دينه ويصبح المسلم أهم دعاء لديه بيبقى عايش في عشوائيات وماشي مشمر بنطلونه عشان بيدوس في المجاري وبيدور على أي مكان ممكن بيبيع سندوتش فول أرخص عشان يجيب للعيال سندوتشين وجلبابه ممزق
ورائحته مش كويسة لأنه ما عندوش مية كفاية يستحمى وما عندوش فلوس يشتري ثوب، ويروح يقعد في المسجد ليردد أهم دعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. جدولي حل بقى، يعني ده كل مصيبته الكارثة اللي تحصله ان الدين يحصل له حاجة، انه الاسلام يحصل له حاجة. مش مهم هو يأكل من الزبالة، مش موضوع. هو يعيش تعيس، مش موضوع. ويعيش متألم، مش موضوع. لكن كله الا الاسلام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المسلم لديه الجنة في جيبه، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الإله يتوسل الإيمان بي، يطلب منك أؤمن بي من فضلك، وأنا هطلقك على بقية الناس تشتغل أعمل اللي يعجبك. أنت عبدي وأنا مدي لك هذا التفويض. مش كده وبس، أن يهتك العرض بحماية إلهية، أن يغتصب المرأة بحماية إلهية، أن يقتل بأوامر إلهية. وبلغ سقف المعرفة. القرآن الكتاب الوحيد المقروء في الشرق تقريبا يعني، ويرى فيه كل ما كان وكل ما سيكون. وبالتالي هو مش مضطر يجد نفسه لأنه يعرف أي شيء، هو وليس لديه الرغبة ليعرف. لماذا يعرف؟ ما هو لديه المعرفة الكاملة، هو بلغ سقف المعرفة خلاص، فيرى أنه هو الأعلم والأفهم والأقدر. لذلك تصيبه الذات الجهولة بالتضخم الشديد ليرى نفسه. من حقي أن يركب المترو في أوروبا ويقول للبنت رجلي عريانة غطي رجليك وأنت أعملي كذا، يرى نفسه يملك هذا الحق، لأن هذه جاهلة بالنسبة له، هي لم تقرأ القرآن. أدسون أو أي من العلماء أو نيوتن أو أينشتاين، كل دول هيروحوا جهنم. إنما محمد البواب اللي عندنا في البلد مثلا هيخش الجنة لأنه حافظ، حتى مش حافظ القرآن، هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالجنة في جيبه. بالتالي هو لا يحترم العلم ولا المنتج العلمي ولا عايزه، هو بيستخدم التكنيك التقنية، هو يستخدمها بتاعت الكفار، لكن هو لا يعتبرها ولا يعترف بها كعلم، إنما هي أدوات سلط الله على هؤلاء الذين اخترعوها الشيطان لينتجوها عشان هو يستفيد بها. فإن هم إلا كالأنعام، كما قال الشيخ الشعراوي عن علماء الغرب، أن الله، أن رب المسلمين قد سخر لنا كما سخر لنا الأنعام لنركبها، والخيل والجمال ونركبها وزينة. مش عارف زينة أيام كانت زينة زي اللي يركب لوتي يقول لك أنا راكب كذا لك عم ولا كذا، فالراكب باغل وعليه جرز زينة. زينة مش زينة يعني أخده حطه كده بدل الفازة في البيت، لا، زينة في الشوارع يعني، حد راكب ماركة يعني. لا يستطيع أن يفهم لماذا يجب أن يكون هناك منهج في التفكير. ليه أحط منهج وأفكر؟ الشيخ حسان الراجل قالوا لو قابلك أي سؤال فيه تردد في الدين حط عقلك تحت جزمتك. هذا شيخ الأزهر جاء أوروبا هنا وقابل الجماعة المحترمين بتوع الاتحاد الأوروبي ووزير الأواف والمفتي،
والراجل بتاع الازهر كان بيتكلم من حوالي اسبوع في مجلس الامن بمناسبه ان مصر رئيسه المجلس هذا الشهر باعتبارها عضو غير دائم، وحكى لهم وشرح لهم الاسلام. اول ملحوظاتكم على هذه الخطابات ان هؤلاء الناس يشعرون بالعار، يعني هم فاهمين الفوله، هم عارفين كويس، لانه يوجه خطابا في الخارج غير خطابه وفعله في الداخل. يعني انا هستند في محاضرتي دي للي قاله مندوب الازهر اللي اتكلم في مجلس الامن. يا عم بيروحوا يتكلموا في مجلس الامن واحنا مش عارفين نكلم الامم والانسانيه نقول لها الخطر اللي هي فيه، على العالم ان يفيق مما هو فيه. انا هستند لكلامه وقال ينبغي ان احنا كمسلمين واسلام نسعى لتاسيس ما ينبغي تاسيسه، حريه الاعتقاد وكرامه المراه وكرامه الانسان. انا هستند لده لو انا روحت وكلموني في اللي انا قلته هنا، هقول له مش انت قلت يا راجل طيب الكلام ده، ولا انت كنت بس بتغرد يعني تغريده وتمسحها؟ كلهم جم هنا عشان يقولوا للغرب شيء غير الموجود. هو عنده احساس بالعار، انه هو عنده عار فهو بيداريه، بيلونه، بيجمله. طب اذا كان هذا عارا وانت تعلم انه عار، فلماذا لا تتجاوزه ببساطة؟ كل الأديان حلت مشاكلها بالتجاوز. يعني كل ما حدش النهاردة يهودي بيعتقد انه من الممكن تطبيق شريعة الحرب بتاعت موسى اللي كان بيعملها في سينا النهاردة، لا احد يعتقد في هذا، لا احد يعتقد انه شمشون عمل وسليمان سوى، هي احداث تاريخية لطيفة للمؤمن حتى يعني، إنما هو لا يرى أنها تصلح النهاردة لشيء خالص. الهندوسي حل المشكلة، المسيحي حل المشكلة مع العلم، الكنيسة الكاثوليكية سجلت كل التراجعات الممكنة وتفرغت لما ترى أنه ممكن تعمله. في مجاعة في المكان الفلاني توصي بها، في حرب في الحتة الفلانية تقول يا ناس ما تتحاربوش والسلام حلو. يعني خلت نفسها ناصح أخلاقي، لا تتدخل لا في السياسة ولا في العلم ولا الكون جه منين ولا اتعمل ازاي ولا ربنا فوق ولا مين اللي تحت، الكلام ده خلاص بالنسبة لهم. لسه احنا جوه عقل الوحش. لا القبيلة البدائية اللي كانت في جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام ما كانتش تعرف الوطن. القبيلة المسلمة أيضا لا تعرف الوطن لأنها قبيلة لا ترتبط بوطن. طب القبيلة وهي بتتحرك زمان كانت بتتحرك وإيه اللي بيحميها؟ يعني أنا على الأرض، أما أقعد على الأرض اللي بيحميني الجيش بتاعي مثلا أو الشرطة أو مبادئ القيم. العربي هو بيتحرك، ايه اللي بيحميه؟ الحمى، حمى القبيلة، سيد القبيلة التي تحتمي فيه القبيلة، ربها، الغائب الغير مرئي. كذلك المسلم في كل بلاد العالم هو لا يعرف المواطنة، هو في فرنسا هو يكره فرنسا، هو في بلجيكا هو يكره بلجيكا والبلجيكيين ويتمنى لها الزوال. هو هناك أيضا لا يعرف الوطن، ما يعرفش وطن له حدود وله تاريخ، القبيلة بلا تاريخ، وما يعرفش المستقبل شكله إيه، ده بيد الله. بالتالي احنا عندنا داخل الوحش عقل يرفض فكرة المواطنة والانتماء إلى التراب والطين كما يسمونه ويبخسونه. القرضاوي بيقول رابطة التراب والطين من باب الاستهانة
والاستخفاف. يكره العمل المنتج. ليه؟ هو فارس، القبيلة فرسان مقاتلين، هو مجاهد ومقاتل، والمقاتل لا يحترم الصانع ولا يحترم الزارع، لا يحترم العمل اليدوي، لأنه لو تفتكروا أبو الحكم ابن هشام الإسلام سماه، يعني هما سموه أبو الحكم لحكمته، الإسلام سماه أبو جهل لعدائه لنبي الإسلام، لما قتلوه اثنين من مزارعي المدينة، مزارع يثرب عاز ومعوز، فدول فلاحين، فلما قتلوه كانت كل مصيبته، هما يسموا اللي بيشتغل في الزرع وفي الصنع واللي يشتغل بإيده أكار وأكري، أجري تأجره يعمل لك شغل تجيبه، أكار بيشتغل بإيديه حقير. لذلك كانت لوعة أبو الحكم، لو أن غير أكار قتلني، لو واحد مش مزارع، يعني واحد فارس ما بيشتغلش وإيده مش وسخة بالشغل، هو اللي قتلني كنت كان ارتاح. بالتالي قيمة العمل غير موجودة. لو استطاع أن يخرب الآلة التي يعمل عليها بدون أن يدان سيخربها هنا، لو استطاع بمفرده بدون مجموعة كذئب منفرد أن يفعل شيئا في الحضارة وهو غير مرئي سيفعله. هنا مش فضائيين بقى اللي جايين يدمروا الأرض. أيضا هو لديه خاصة السنة، قاعدة إيمانية من قواعد الإيمان، لا يدخل ابن آدم الجنة بعمله وإنما بعباداته وبرحمة من ربك كمان. يعني ربنا مش هيبص لعملك، انت هتعمل ايه ده مش الموضوع، انت صليت. لذلك تارك الصلاة كافر ويقتل، دي قاعدة. اصل مشغول في الشغل، فيش حاجة اسمه مشغول في الشغل. لذلك كل مصالح المواطنين في مصر بدأ تعطيلها من مواقيت الصلاة، ويذهب الصلاة ليطيل في الصلاة، هو بيروح يستريح. مكلف تكليفا ربانيا بكراهية غير المسلم، إن ما كرهتش غير المسلم أنت مش مؤمن. لا يرضى بغير العقوبات البدنية، قطع، جلد، سلخ، خوزقة، أي من هذه الألوان من العقوبات البدنية لا يرضى بغيرها. وفكرة إنه ربنا بس هو اللي هيدخل الجنة، حتى لو أنت عملت صالحا وابتع وأنجزت برضو مش هتخش إلا إذا ربنا خد القرار. يعني إيه؟ يعني حضرتك طلعت الأيام دي بقى موضة جديدة لذيذة خالص، الناس اللي تموت وكنا نقول الشهيد الفلان الشهيد الفلان، وشهيد قال لك من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد، والغرقان شهيد، واللي مات في حادثة شهيد، وربنا كان كريم قوي في الموضوع ده زمان. فدلوقتي يبقى الواحد بالتأكيد شهيد، يعني بالتأكيد مقتول في عمل إرهابي، يعني خلاص. فيقول لك نحسبه عند الله شهيدا، يعني انت كمان ما تقدرش تصدر الحكم ده انه هو يخش الجنة رغم كل ده، فعليك ان تظل مرعوبا من الله طول الوقت. هتشتغل زي ما هتشتغلش، هتعمل زي ما هتعملش، فاعمل اللي على كيفك وخليها على الله. خرب، كسر،
اسرق. انتهى الامر بالامر للمسلمين، امر نهائي، نسخ كل ما يمكن ان نسميه ايات السلم والصبر والقاتل الذين لا يؤمنون بالله. الله 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 هو بتاع الاسلام، يهوى بتاع اليهود، جيسوس بتاع المسيحيه، معرفش مين بتاع مين، انما هنا الله هو إله الاسلام تحديدا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، كل دول يقتلوا. اذا غير المسلم لا بد من قتله، هذه فريضه واهم من الصلاه. يعني هذه المنطقة باقي فيها جملتين، كيف يفكر الوحش؟ على المستوى الأخلاقي هو بيركز القيم كلها في ما يتعلق بالجنس، فالأخلاق مثلا ليس مطلوبا فيها المحاسبة خالص ولا الشفافية، لا، مطلوب فيها الستر. وإذا بليتم فاستتروا، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، واللهم لا تفضحنا فضوح الدنيا، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هو لا يرضى بالشفافية ويعتبرها اعتداء عليه لو حاسبته. انت بتكلمني في ايه؟ بتحاسبني على ايه؟ ده ربنا قال لي، فمن انت؟ وبعدين في النهاية المسلم يرى انه اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يعني ما تسألش الحكومة، وما تسألش الجماعة بتوع الخدمات الصحية، وما تسألش الرئيس، ولا تسأل أي حد، أنت تسأل ربنا ومنك لله. إلى العنف الإسلامي في مناهجه، فدي جزئية أخرى عايزين نتكلم فيها، فممكن ناخد بعض الأسئلة، أو ممكن نبدأ بهذه الجزئية. خلاص، فممكن ناخد بعض الأسئلة ونرجع لهذه الجزئية عشان هي هامة للغاية. المداخلة لمن؟ انتوا طلبتوا أسئلة بسرعة، واحنا لسه قدامنا شوية حاجات. مساء الخير سيد الخمني، وشرف كبير وجودك بيننا. اهلا وسهلا. انا ملحده هربت من السعوديه قبل سنه تقريبا. كنت بدي اسالك عن تصدير المنهج الوهابي كان عن طريق مساعده الغرب. بقصد بهالشيء انه عرفت من فتره انه المانيا سمحت للسعوديه تبني مسجد جامع كبير وتجيب كتب باللغة العربية. طبعاً الجامعة هذا من شان اللاجئين اللي وفدوا لألمانيا. فشو رأيك بهالشيء اللي عم يصير؟ أنا انصدمت طبعاً بوقت وصولي على أوروبا بشكل عام، كأنها شرق أوسط جديد. فشو رأيك بأنه الغرب ساعد بتصدير المذهب الوهابي ل... للغرب؟ أهلاً وسهلاً. في سؤال ثاني؟ ناخذ سؤال ثاني. هل نجمع الأسئلة ولا؟ ممكن سؤال ثاني. السعودية هنجمع الأسئلة. دكتور سيد، هنا لو سمحت. أنا تقريبا قرأت كل كتبك، ويعني كانت إضافة هائلة في تجربتي الشخصية. هناك نقطة ربما تطرقت إليها الآن حاليا،
يقود الإسلاميون بصفة عامة والإخوان المسلمين رأس الحرب في ما يعرف في القضية الفلسطينية، ويزايدون على العالم بأسره، وأسلموا تقريبا هذه القضية، فتحولت يعني من قضية وطنية إلى حتى قضية يعني قضية طائفية، يعني تم استئصال فيها كل المسيحيين والطوائف الأخرى. وأجمل ما قرأت يعني في لك هو ما فعله يعني الشعراوي عند هزيمة 67، عندما سجد لله وقال يعني أن المؤمنين اليهود انتصروا على الشيوعيين المصريين. هذه القضية صار الإسلاميون يتاجرون بها في العالم، ويأسرون هنا اليسار الأوروبي داخلها، وجنوا على الفلسطينيين أنفسهم، يعني دمروا القضية نفسها، فتحولت من قضية تحرر وطني إلى شكل من أشكال المعاهدات السامية الصارخ. وكيف ترى يعني هذا التحالف المشين الذي حصل بين عصابات الإسلام السياسي التي هي فاشية بكل ما تعني الكلمة من معنى، وبين أقصى اليسار الأوروبي الذي أصبح يعني مهادنا إلى درجة ومتواطئا، وكما قلت يعني صيفا مسلطا على رقاب المفكرين المتنورين من أمثالك ومن أمثال دكتور أدونيس وغيرهم. كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة التي بالفعل أصبحت يعني كالكابوس، صرنا بين المطرقة والسندان عمليا؟ شكرا. أوكي. هل هناك صوت؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلي عنده حبيب. سيدنا محمد طبعاً. لدي مداخلة فقط يعني تعقيب على كلامك، أن وحشية داعش حسب ما قلت يعني في مداخلتك أنها فاقت وحشية الرسول. وأن يعني العمليات التي تقوم بها داعش يعني فاقت الجرائم التي قام بها الرسول بين قوسين. بعد أنا لدي تعقيب في هذا المجال، أنه لحد الآن داعش ولله الحمد تبيع الجواري أو الإماء بلباسهن. أما من المعروف أن السبية في الإسلام فعورتها من السرة إلى الركبة، يعني لحد الآن داعش حسب ما أعتقد لم تطبق كليا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، السؤال الذي أريد أن أطرحه، لماذا تتهاون الدول الأوروبية في محاربة السرطان؟ لماذا هذا الغباء وتغليب المصلحة المادية المؤقتة على الخطر القادم حتميا بسبب التفريخ الحشري؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الحشرات يوم القيامة. وتجربة شخصية لتفيع جالة، يعني عندما تكلمت عن التفجيرات وعن حالة المسلم في أوروبا عندما يلاقي هذه المظاهر، يعني داعش والتفجيرات مثلا في بلجيكا، أنا لدي تجربة شخصية في مقهى يعني مغربي فيه مسلمون، عندما وقعت التفجيرات كان الجميع على رأي واحد، منهم أناس يعني يأخذون لوكاسيون فاميليال، مساعدات الاجتماعية، يأخذون مساعدة على الأبناء، وطبعا معروف أن 6-7 أبناء أكبر قدر ممكن من المال من الدولة البلجيكية طبعا الكافرة، كان أغلبيتهم على رأي أن البلاجيكا والفرنسيين يستاهلوا اللي قرا لهم، لأنهم هم من يحاربون الإسلام وهم من يحاربون المسلمين، وانظروا ما دفعوا له هناك، بالرغم من أن من قتل في هذه التفجيرات هم أناس لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالجيش ولا بأي شيء. يعني مشكلة العقل المسلم أنه دائما يرى الشخص الآخر عدو، ودائما يعادي من يخالفه ولو أعطى له السلم. للأسف. شكرا لك، ولا أريد أن أطيل. في أسئلة أخرى؟ بتصور كافي. شكرا. أحضرت السادة الأنسات والسيدات، أتمنى عليكم ألا تتصوروا أن إحنا
من فريق سوبرمان. يعني نحن لسنا ما تنتظرونه منا أكثر كثير من إمكانيات المواطن المفرد أو العقل أو الباحث، لأنه نحن المشكلة متداخلة، سياسات دولية وعالمية وعلاقات أمم ببعضها ومصالح دول ببعضها، ونحن وسط الدوامة التي لا نستطيع أن نتحكم بها إلا على الأقل عدم الإضرار بالمحيط الذي نعيش فيه على الأقل. إنما أن تتصور أننا يمكن أن نتحكم بالدوامة أو أن نحن نخاطب العالم الأوروبي وضميره، ما احنا عارفين العلمانية هي الضمير، هي ضمير الإنسانية. المجتمع المعلمن هو أرقى المجتمعات كما نعلم ونفهم، لكن الحكومات والأنظمة الاقتصادية والسياسية تستطيع أن تتحكم في، وهي من يتحكم في إدارة العالم بالطبع. وليس أدل على ذلك من المهلكة الوهابية، يعني التي هي يعني حي الأولى اللي في مصر أقدم منها بأربع خمس قرون يعني مثلا، يعني ورغم ذلك بالإمكانيات الهائلة التي تملكها بسبب الحيض الجيولوجي المسمى بالنفط اللي أصاب العالم وأصابنا، يعني هو كان كارثة علينا قبل أن يكون كارثة على العالم النفط، لأنه ظهر في أسوأ منطقة يظهر منها شيء يعني حقيقي. ففكرة أما التحالف اليساري، أنا طول عمري آسف، أنا بعتذر بشدة لليساريين أصدقائي، لديهم دائما حالة من المراهقة والطفولة العقلية طول الوقت، والارتداد والانتكاس إلى مناطق النضال الافتراضي في عالم افتراضي، في دين افتراضي، في موضوع افتراضي لتأييده خلاص. لأنه فكرة أنه في القضية الفلسطينية، يا سيدي الفاضل الأستاذ اللي سأل هو أجاب، يعني الناس كانت جاية تتخانق على الأرض، إحنا كنا بنتخانق على الجامع، مشكلتنا كان الجامع مش الأرض. لو احنا كنا طالمين فلسطينيين عاملين مشاكل عشان الارض، كانت الناس فهمتنا، كان العالم فهم قصدنا، وكان سيدان الاسرائيلي اللي رايح بعقيدة دينية، بعقيدة فيها هوية دينية. احنا كنا الاسبق في لبس العقيدة، وإن كانت مشكلتنا المسجد الأقصى وبلاد المسجد الأقصى، إحنا كنا متخانق على الجامعة، لذلك أصبحت بلا قضية، انتهت إلى هذا. كل الدول اللي حدث فيها ما يسمى بالربيع العربي انتهت إلى هذا، لأنها كلها بتدافع عن الجامع بتاعها، الشيعي بيدافع عن الجامع بتاعه، والسني بيدافع عن الجامع بتاعه، والكل يتقاتل من أجل مسجده وإلهه، فإله السنة يحارب إله الشيعة، وإله الشيعة يحارب إله المرجئة، وإله المرجئة يحارب إله هكذا. ما يحدث أيضا هو حالة من الحقد الحضاري. أنت الله خالق الكون قال لك أنت سيد الكون، وأنت شعبي، وأنت خير الأمم، فينظر لنفسه يجد نفسه معفن، ودول الأمم الأخرى نظيفة ومتقدمة وراقية وتشق سبيلها في الفضاء وتحت الأرض وفي الخلايا وفي العالم الأكبر والأعظم والعالم الأصغر والكوانتم، والدنيا اختلفت خالص. فهو بيحس إنه يعني وربنا سابنا ليه ومساعد الناس دي؟ إذن إحنا هي كل الحكاية إن إحنا مش متمسكين كويس بيه، علينا أن نخلص له. كيف نخلص له؟ ما هي الناس دي بلاش حل،
غير ان هم انا مش قادر اوصل ليهم، انا مش قادر اكون زيهم، وانا المختار. فبالضرورة لابد ان تحدث حالة من الحقد النفسي والكراهية النفسية والاعراض النفسية المريضة المصحوبة بالحسد والرغبة في الجفاء وفي الكراهية نتيجة هذا الفارق الحضاري اللي هو مش قادر يتجاوزه، لانه عقله يعيش في مرحلة ما قبل ظهور التفكير العلمي، هو لا يفكر مثلنا. وده الكلام اللي كنت هتكلم عنه في موضوع الحرب بين زمانين. انا اسف انا بأطيل بعض الشيء، انا عايز اختصر عشان وقتكم. هكلمكم دلوقتي عن الازهر، مهم جدا نتحدث في هذا الامر لاني انا جاي بمعركة شديدة مع الازهر، وكنت قد كان انتم عارفين في موقع اسمه افاز، كنت اتمنى لو حد من اللي اشتغلوا في أفاز أو اليوم علاقة به يكون موجود علشان تتعاونوا مع بعض. أنا ما أعرفش أدهوك ممكن تعمل إيه في الموضوع ده، بحيث هو طرح للتصويت الموقع اعتبار الأزهر في الأمم المتحدة مؤسسة إرهابية. أنا الحقيقة تلقفت هذه الدعوة وطالبت وأنا في التلفزيون، طالبت الناس المواطنين اللي بيعانوا من هذا القهر في العالم كله وفي خارج بلادنا بدعم هذه الشكوى للوصول بنا بعلماني الشرق للأمم المتحدة، لنقف على منصة الأمم ونقول لهم الخطر الذي يواجه العالم ما هو بالتحديد. نذهب بوثائقنا وبأفلامنا وبشروحنا ونقدمها للعالم. هنا تاني يوم أصدر الأزهر بيان باتهامات محددة شملت حوالي 22 اتهام، أقل واحد فيهم لازم يتم ذبحه في ميدان عام يعني عقوبته يعني. ومن قبله كان المفتي علي جمعة أيام ما كان مفتيا للديار المصرية وحصلت على جائزة الدولة التقديرية، فأصدر بيانا بكفر وإباحة الدم وضرورة استرداد مال المسلمين لخزانة المسلمين في الوقت ده. وأنا الحقيقة علي جمعة يعني أنا ساعتها قلت له يعني باعتبارك المفتي وشايف أن 200,000 جنيه دول خدتهم من بيت مال المسلمين وده حرام ولازم يرجعوا، فأنت حضرتك مش واخد بالك أنه خازم بيت المسلمين بطرس غالي وده راجل يعني ذمي، ما ينفعش يبقى رئيس بيت المال، انا مسلم يعني ياخد مال. طب كلم الراجل اللي في حكومتك ده بلاش انا يعني. هؤلاء هكذا علي جمعة كان في امريكا وسئل قال لا اي مسلم يستطيع ان يخرج الى اي دين اخر بدون اي مشكله، وهو في الطياره راجع كان اصدر بيان هو من دار الافتاء انه الناس دي قالت عنه كلام ما فهموه غلط وده ما ينفعش، الاسلام لا يرضى للمسلم غير الاسلام بديلا. اذا انت امام منظمه متعدده المسكات الوجوه وتعرف اين مصالحها، والسعوديه الحقيقه يعني انا اترك لكم ما ينفعش اقعد اكلمكم عن كلام اتقال فيه كتير خلاص انتوا عرفتوه، ما هي المملكة العربية السعودية، ما الذي تفعله في العالم، من هم أنصارها، كل المراكز المنتشرة في بلادكم دي مراكز إرهاب يا سادة، مراكز لتخريج الإرهاب ولرسم الخطط. طب هو يرضى يعمل عنده مسجد، يعمل كنيسة، يعمل كنيس، هو بيعمل عندك مسجد واثنين وعشرة
ومن خلال هذه المراكز ينتشر ويتوغل داخل المجتمع. آخر مرة زرت فيها أمستردام وكان شيخ المسجد بينبههم إلى أنكم أوعى تنسوا أنكم في ديار كفر وديار حرب. والراجل ده بيشتغلش بالمناسبة، ده قاعد على المعاش اللي بيدهله الجماعة الكفار والشقة اللي مدينها له والعلاج اللي بيعالجوله، وأنه أنتم في ديار كفر وأن الله ربنا رب المسلمين سلط عليهم أمرين. الأمر الأول العقم وعدم الإنجاب عشان تشوفوا قدرات ربنا، والأمر الثاني إن إحنا في حالة خصوبة عظيمة. وسلط عليهم الديمقراطية، فإحنا في سنة 2020 بنسبة زيادتنا العددية وبنسبة تناقصهم العددي إحنا هنشكل 51 أو 52% من عدد السكان، فناخد البلاد دي بالديمقراطية ونقيم فيها إمارة الإسلام. رجعت مصر كتبت موضوع يا خرب بيتك يا أمستردام. الأزهر، أنا بدي أسأل مشان نستفيد من الوقت، لما الأزهر هو معقل الإرهاب تماما بالتحديد؟ ده هيجرني، أنا كنت هنتقل بقى، معلش أنا معلش دماغي مزدحم فبروح لأفكار كتير بحاول أجيبها، فأعذروا أبوكم لسنه العجوز وازدحام دماغه بالموضوعات. الآن يعمل إيه الأزهر لسيد الإمامي المتواضع جدا؟ أنا أظل أصغر تلميذ في مصر وأعتقد ذلك يقينا، لأني لحد دلوقتي بلاقي واحد جاهل في الشارع بيقول لي جملة بتعلمني حاجات ما تعلمتهاش في سنوات بخبرة طويلة لشعب عمره وجذوره في الأرض تضرب آلاف السنين، لديه حكمة خاصة. سيد تمكن من الوصول لهؤلاء اللي هو لم يدرس، لم يتم تشويهه بعد، عقله بكر بحكمة السنين فقط. الراجل اللي يقوم الصبح يشم الهواء كده يقول في عاصفة جاية بعد الساعة 12 بالليل، قوم يا حاجة اقفلي الحاجات الفلانية بالشم. الرجل الذي يعرف شكل السنبلة ويبتدي يجهز نفسه لأنه بعد كذا يوم هيبدأ الحصاد من غير ما يبص ولا يفكر. الحكمة الموروثة الجينية. التمكن من الوصول للناس دي كان بالنسبة لهم كارثة ومشكلة، لأنه هذا الرجل لا زال يتمتع بالمنطق إن في مقدمة وفي مقدمة وفي نتيجة وفي فرض وفي برهان وفي دليل على البرهان وفي خطوة للوصول وراء خطوة للوصول إلى النتيجة، وإنه النتيجة مش ممكن لازم تكون صح في كل مرة، فعليا أن أنا أراجع فروضي مرة تانية، لأنه بيمارس أكار، يمارس هذا بيده في الأرض، ليس محاربا ولا مقاتلا، هو أكار صنايعي. كانت مشكلة الأزهر الناس دي لو جيت انت قلت له أنا مش مسلم وأناقشك في الإسلام سيرفض بالتأكيد فورا. فأصبحت مهمة الأزهر والجماعات الإرهابية في مصر والسلفية إيصال هؤلاء أن سيد القمني بيضحك عليكم، ده مش مسلم. ما هو أنت علشان تنير له الطريق لازم تفك أولا الإشكاليات الموجودة عنده، وعشان تفكها لازم تكلمه كمسلم، أن تحدثه كمسلم في كيف يعامل المرأة، وتأتي له من التراث بقصة الست اللي راحت للنبي وقال لها تلاقيكي بوستي ولا فاخستي، بس ما فيش مشاكل يا عمي، سيب بنتك تبوس وتمشي وتنبسط، يعني عشان يفهم ده وانه ده مش حقيقي.
وانه قرايب النبي وكانوا الوليه جوزها يموت النهارده ثاني يوم تتعطر وتلبس وتفتح الثياب بتاعتها وشمت تمشي تتدلع قدام الرجاله في الشوارع عشان تجيب عريس. وعمر بن الخطاب قال لها يا عائشه والله انك لقطه اني اراك يا قطه. فراحت شكت للنبي تحط بقى الحاجات وتجيب الحجر الاحمر ده تصحنه وتدهن وشها وتظبط روحها وتمشي في الشوارع كده عشان تجيب عريس. ما زعلش منها، زعل من عمر. قال ما بال اقوام يؤذونني في اهلي. ده الخطاب اللي انا بوجهه للمسلم وانا مسلم. بقت مهمه الازهر ان يثبت ان انا مش مسلم. عشان كده انا جيت اقول لهم انا كافر هنا. ليه؟ هو دلوقتي بيعرض فيلم وبيقول كلام. الفيلم ده منتشر جدا بقى عندهم دلوقتي، الناس اللي زعلت مني وابتدوا يقولوا ده كان بيضحك علينا، وده دسيسة صهيونية أمريكية عنصرية فريودية ماركسية إلى آخر الكوليكشن الغريب اللي ما تفهمش يتجمع على بعضه إزاي في تهمة واحدة. وإن الراجل ده أهو فيلمه في الحتة دي بيقول المكان الفلاني بيقول أنا مسلم وبيشرح إسلام وعامل نفسه فاهم. وفي الفيلم الثاني أو بيقابل الولاد الملحدين بيقول لهم قلبي بينشرح لما بشوفكم وبحس إني تعبي ما راحش هدر. أيوة قلبي هينشرح هينشرح بالمشايخ، يعني هينشرح بالأسس. قلبي مش هينشرح لا بده ولا بده خالص، أنا قلبي هينشرح بالشاب ده. ليه؟ مش لأنه ألحد أو مش قضيتي. حضرتك عايز تبقى ملحد تلحد، كلامي وصلك إلى إنك تبقى مسلم مستنير يا سيدي وقادر تاخد الآيات المكية تفعلها وتركن المدنية ومتوافق مع نفسك، ماشي ما عنديش مشكلة معاك. الشباب اللي متمسك بإسلامه حس إن أنا فهمته إسلام جميل يتوافق مع الحداثة وبقى راضي مع المجتمع وبيقابل إخوانه المسيحيين وبيروح الكنيسة وبيسهر معهم وبيشرب بيرة ومبسوط. بيسلم علي بيقول لي زكى مولانا. الولاد العلمانيين بقى الملحدين يقولوا لي يا بابا. البنت دي بتقول لي يا بابا طول الوقت، يا بابا بابا سيد. الجماعة المسيحيين اللي حسوا ان انا حطيت ايدهم على مشكلة لازم يتخلصوا منها وان الاسطورة لم تعد فاعلة خلاص ما عادتش تنفع وانكم كمسيحيين شرقيين المفروض انتوا اللي تخوضوا المنطقة ده، انتوا اصحاب الارض. عشان يفهموا ده خدت جهد شديد لدرجة ان انا كنت بعمل محاضرات في البيوت، يعني سين من اصدقائي يعمل في بيته يدعو الناس اللي محتاجين يفهموا ونقعد علشان احاضر في البيوت ويسمعوني. اللي اصر منهم على انه يظل مسيحيا وتخلص من فكره انه يسيب العياده ويجري على بيت في اسيوط فيه قريه فيه لوحه للعذره بتنزل دم او زيت ويروح ياخد الزيت ويسيب العيانين في العياده لحد ما يرجع لهم، بطل يعمل كده خلاص. ده بيقول لي يا ابونا حياتك. طيب إذن مفيش مشكلة، أنا يا سيدي مطلوب منك أن تفكر كمواطن صالح في وطن في إن من حق غيرك أن تكون له حرياته الخاصة وإنك تحترم هذه الحريات، إنه أساسك وقدرك الوطن ثم الإنسانية. إحنا لحد دلوقتي بنحارب عشان الوطن، المفروض كنا نحارب عشان الإنسانية، مع الأسف إحنا بنحارب بس لاستعادة كلمة وطن. يعني الأزهر وغيره عندهم أموال جمة وهيلة عملوا الفيلم إن أنا بقول كده، وأنا مع ليس عندي مشكلة مع حد، يعني بظل محتفظ بإيمانه من باب التوازن النفسي. أنا قدرت أتوازن نفسيا بطريقتي، من غير ده هو مش قادر توازن. لكن عليك أن تكون العلمانية كفكرة وكسلوك وكمنهج حياة هي حياتك، هي طريقتك بس، مش مطلوب منك أكتر من كده.
لأنه أنا مش ممكن هقول أقدر أتصور أو أتخيل إن في يوم من الأيام يلا إيه نخلص على الإسلام والمسلمين يخلصوا. مفيش كلام، مينفعش. ينفع التعامل مع المشكلة وقص أظافرها وأنيابها وأشواكها، ده اللي نقدر نعمله. الأزهر عارف حكاية إن أنا وابتديت أجهز بقى الأدوات اللي هنقدمها للأمم المتحدة علشان نعتبره مؤسسة إرهابية. أصدر بيان بكفري، طلعوا الفيلم اللي أنا فيه كافر. فأنا الحقيقة عايز أرمي من إيدهم هذا السلاح. يعني هو يقول سيد الإيمان كافر ما تسمعوش ليه مسلمين. فأنا الحقيقة جاي أقول لهم من الآخر أنا كافر. بداية شغلي كله والكتب التي أعتمد عليها إما تدرس داخل جامعة الأزهر فقه أو شريعة أو تفسير أو حديث، وما هو يباع في الأسواق بأقلام أزاهرة متخصصين، والمصادر الكتب الأمهات التي أعتمد عليها لابد أن أرى عليها اعتماد الأزهر. بالتالي أنا لا أخرج خارج دائرة الأزهر في مصادر ومراجعي وما أقول وما أستشهد به. وبيقول ابن تيمية في الصارم المسلول، شاتم الرسول، أن المرتد أغلظ، إن المرتد أغلظ كفرا من الكافر الأصلي. فإذا جاز قتل الأسير الحربي، جايز تأسر واحد كان بيحاربك وجعل كيفك تقوم تتسلى بالليل فتاخده سكنتين كده وأسير، ما بطل قتال، انت بتقتل اللي بيقاتل، الراجل خلاص بطل قتال، ومع ذلك يجوز قتل الأسير الحربي. مين بقى واحد قايم متنرفز بالليل اللي قفص سكته راح واخده السكين خلاص. فإذا جاز قتل الأسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد أولى. يعني ما تعرضش حتى عليه الاستتابة، أو وما تستناش ولي الأمر ينفذ. أي واحد يقدر ينفذ بإيده. فلما المفتي علي جمعة ولما الأزهر يقول إن سيد الإيماني كافر، فسيد الإيماني إذا شار في أي شارع فهو معرض للقتل من أي مواطن يدخل فيه الجنة، ولو جوزي بالقانون المدني مش هياخد له أكتر من 3-4 شهور تأديب وتهذيب، بس لأنه هو نفذ ما لم ينفذه ولي الأمر. أنا كافر يا سادة، لأنهم هم لو رجعنا كتب السيد سابق اللي هو جمع ما يسمى بفقه السنة كله في 4 أجزاء وعمل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، أنا قعدت أرصد بطول الكتاب إيه اللي لو أنكرته في الدين أبقى كافر، اللي هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. الراجل توسع شديد جدا لدرجة أدخل أشياء صعب تقبلها. طيب إذا كان هناك ما نعلم أنه معلوم من الدين بالضرورة إن خالفته كفرت، أنا هنا أخاطب الإنسانية وأقول لكم، أقول للأستاذ الجليل أحمد سعيد الذي تعلمت على كتبه ويشرفني انه قاعد في محاضرتي يسمع تلميذه، ده شرف عظيم بالنسبه له، يوم جليل. حضراتكم وحضرتك ومن علمتمونا وانتم موجودون في الخارج، على حضراتكم انكم تساعدوا من هم بالداخل. احنا مش طالبين مساعده الا الدعم، الباور، الكلمة.
أنا أعلن هنا أنا كافر وأنا في المطار جايز أتأخر شوية، ولو أتأخرت شوية هكلمكم وهقول فيكم كلام مش حلو. أو من الآخر كده، ما أنا لا ما أنا رايح بلدي أصلا، عارف بلدي شكلها إيه. شوف سيدي، نبتدي من أصغر إنكار معلومة من الدين بالضرورة. قول أن روح إلي أن استمع إلي نفر من الجن. دلوقتي في حكاية، النبي كان ماشي كده بالليل بيتمشى، فقابل جماعة جن برضه بيتمشوا كده بيسولفوا مع بعض، فحكى لهم كلمتين من القرآن فآمنوا بيه، وحاجة خلصت الحكاية على كده. زمن طويل ما جاتش سيرة الجن في أي حاجة. طب وده يعني كده في جن مسلم، هل نقدر نستعين بيه مثلا في حروبنا باعتباره جن قادر؟ يعني هل نستطيع ان احنا نعرف الجن المؤمن من الجن الكافر؟ هل كل هذه الأسئلة الساذجة اللي بتطرح نفسها على أي مسلم بسيط؟ طب يا أخي أنا أرى هذا نوع من العبث والأسطورة. إن قلت هذا أنت كافر تستحق القتل إن أنكرت الجن. ولم يحدث أن جاء ذكر للجن بعد ذلك على الإطلاق إلا في حديث نبوي، الله أعلم حصل ولا ما حصلش، بنقراه بيقول ليلة البارحة تفلت علي عفريت من الجن ليقطع صلاتي، فأمسكته وأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد ليصبح يلعب به أطفال المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان الله يجعل أحدا ملكا زيه من بعده، هو بس اللي بسيطر على الجن، فعافى عن العفريت وسابوا العيال كانوا يصبحوا يلعبوا بيه ويمرمطوه في الشارع فمشى. دول الحديثين بتوع الجن. لو انا اقدر اشوف الجن واربطه خلاص حلينا مشاكل كثيره جدا. احنا ما نعملش حاجه، احنا نبعته على اسرائيل عدل او نبعته على السعوديه، بس هيقولك جعلت هناك وكده وجمعته هناك برضو، خدي بالك. وما تفهميش ليه الشيطان مقيم هناك برضو، غريب قاعد هناك مع ربنا هناك والشيطان جنبيه، يلفوا حوالين ده ويرجموا ده. في واحد قال طب ما نلفش حوالين ده ونرجم ده ليه؟ ما ده حجر وده حجر من الناس اللطيفة البسيطة الطيبة بتوع الأرياف بتوعنا اللي عايشين في القرى. أنا أنكر وجود الجن، هل أنا كافر؟ على مستوى الإنسانية أنتم من علمتونا أن نفكر تفكيرا علميا، فأنتم مسؤولون عنا عندما نؤمن بالإنسانية وبالعلم ونكفر بالجهل. أريد أن أقول أني أحب الموسيقى وأعشق الجمال وأحب الفن المسرحي وأتأمل في المرأة الجميلة وأشعر بالدفء الإنساني بغض النظر عن فارق السن، فهي حبيبة وهي أم وهي شقيقة وهي ابنة وهي صديقة، هي الإنسانية، هي التي تلد، هي التي تعطي حياة، هي الإله الأول، هي الرب الأولى في تاريخ الإنسانية. فإن أحببتها وأجللتها ولم أضربها ضربا غير مبرح كما يقولون، بينما الحديث الشريف الواضح بيقول علقوا الصوت في فناء المنزل ليكون وقاء لكم كرباج. ولما راحت الولية الصحابية للنبي بتقول له أنا عايز أتجوز فلان الفلاني، قال لا أنصحك ما تتجوزيهوش لأنه لا ينزل عاصاته عن عاتقه، يعني ده بيضرب النسوان طول الوقت،
واقول لك لا اصل كان اضربها بس بالمسواك يا حنين، اضربها بالمسواك. وام الكرباج اخباره ايه؟ والراجل اللي حاطط البتاع على عاتقه النبي قال له ما تتجوزهاش، هي هيتبح، هي ياكلك علقه الصبح وعلقه الظهر وعلقه بالليل، لا ينزل عصاه على عاتقه يعني. انا الحقيقه ارى المراه جلال وعظمه وفخر. الانسان البدائي كان اكرم في انسانيته عندما قدسها، وكانت اكبر مساحه زمنيه للتقديس هي زمن اللي اعتبرناه بعد كده زمن التبخيس، الدوره الحيضيه كانت الدوره الالهيه. كان يعتقد ان هذا الدم يختفي بالداخل ليصنع المولود الجديد، فقدس هذا الدم واصبحت رمزا للطهاره، وانها يمكن ان تلد بدون ان ياتيها ذكر، العقيده القديمه، لان هي قادره على منح الحياه بمفردها. والا كيف جاء الرجل الاول؟ السؤال المنطقي اللي ساله البدائي من 175 الف سنه قبل الميلاد، والا كيف جاء الرجل؟ هناك من ولدت الرجل، الإله الأم. أنا سادتي أهل الإيمان في وطني وأهل الأزهر، أنا أحترم المرأة وأقدسها وأقدس طهارة حيضها، لأني أنا وبقية الكائنات نتيجة هذا التفاعل الرباني الجميل الذي صنعنا وأوجدنا. ملبس المرأة حقيقة يعني أنا فكرة أنه أبقى أنا عندي قواعد أن أنا لازم أحجب المرأة لأنها فتنة ولأنها عورة ولأنها بالمناسبة دي فروض لم تكن موجودة في الدين، لم تكن موجودة في الإسلام، عشان بس ما ظلمش الإسلام نفسه، هذه أمور أضافها لها لا للإسلام المزيد من المتوترين من الحضارة والكارهين للحضارة واللي عايزين يدمروا دور الحضارة عشان تهبط فتتساوى بمستواهم فيقدروا يتفاهموا مع بعض لإيجاد مشترك بيننا. لازم حضراتكم تنزلوا من مستواكم لمستواهم، فهو يفجرك ويقتلك ويستبيحك علشان تنزل في الدرجة لتكون في مستوى درجته على سلم التطور البشري والإنساني. المرأة كانت في سوق مكة ويثرب تقف كما ولدتها أمها، يراها الرجل والمرأة والطفل والطفلة، ويمكنك أنك أنت تتحسس البضاعة المعروضة عشان تشوفها. وأنا قلت قبل كده الكلام ده زي ما كان عبد الله بن عمر بيعمل، كان يروح السوق ويحسس ويشوف ويمد ايده على الإلية ويحط ايده بين الساديين ويهزهم وبيعاين جاموسة، بيشتري شيء هيستخدمه زي الكنبة زي الحصان زي الدار. وقال النبي الشؤم في ثلاثة، المرأة والفرس والدار. ولذلك لما تيجي تتجوز أو تشتري امرأة تحط إيدك عليها وتقول اللهم اكفني شر ما جبلتها علي واعطني خير ما جبلتها علي، نفس الحكاية تعملها مع المعزة، اللهم اعطني خير ما جبلتها علي وشر ما اعرفش ايه، ونفس الحكاية على الجمل لما تيجي تتعامل مع المرأة. رؤيته انه الغرب مجرد عري وحرية جنسية، يعني عنده هو عهر كفيل بعدم انه لا يرى اي شيء تاني بالمطلق في الغرب. وسبق قلت انا قبل كده انه ما كانش في حجاب، مفيش حجاب، هو كانوا انه كانواش بيلبسوا لبس، يعني ما كانواش بيلبسوا ملابس داخليه، مفيش اندروير ما يعرفوش، فالناس ما بتلبس الباس هلبسها بتاع على احجامها حجاب على دماغها. لدينا في ديننا ما لا استطيع ان
أوافق عليه. لدي 3 زوجات أخريات، وإن أنكرت هذا ممكن ما عملوش، لكن إن أنكرت وأنا أنكره فإني أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إن أنكرت حقي في تأديبها أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أقول لكم النص: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى عبدا أو خادما أو جملا فليقل: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ منك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته إلى آخره. أنا أستنكر وأنكر أن أسبي امرأة في حرب، أو أشتري امرأة بمالي وأمارس عليها ما قاله السمعاني في الأنساب في الجزء الأول صفحة 207: وطئ الجارية هو ركوبها، هو كما يركب الدابة، أو بالشراء من السوق ويطأها بملكها، هو امتلكها بالفلوس يطأها بهذا. هذا وهو يفسر: أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين. 6 المؤمنين، وفي 23 آية 23 سورة بتتحدث نفس الحديث. أنا أرفض هذا المعلوم من الدين بالضرورة. فهل أنا كافر يا أزهر؟ أم هل أنا كافر يا إنسانية؟ أنا أرفض ما يطلبه مني ابن قدامة في كتابه المغني. ومن هو ابن قدامة؟ المغني على مختصر الخرقي. أرفض وطئ الطفلة، أكفر بوطئ طفلة ما بين ما قبل الرضاع وما بعد الرضاع حتى سن 9 سنوات كما قالوا، أو حتى سن 18 كما يقول القانون. لأنه بالنسبة لي لو أنا أتجوز بنت عندها 18 سنة أكيد أنا عندي خلل نفسي أو عقلي. بالتالي فكرة الزواج اللي كان أيام مرسي ينزلوه، بالمناسبة كانوا بينزلوه عايزين ينزلوه لـ9، نزلوه لـ12، كان 18 نزلوه لـ12، أي أنه ويمكنك في رمضان وانت صايم حديث يقول وأرفضه وأكفر به: من امتلأت أنثياه، مش عارف أشرحها لكم إزاي، أنثياه خلاص فهمتوها، من امتلأت أنثياه بالماء في نهار رمضان وهو صايم وخاف أن تنفجر تنشق مثانته من كثرة الماء فيها، فممكن يتصرف من غير ما يفطر، يعمل إيه؟ يستمني بيد طفلة صغيرة عمرها 2 أو 3، هو كده ما افطرش. ليه؟ لأن ماء الرجل عندما يخرج لا ينجسه، ما ينجس الذكر هو ماء الأنثى في الجماع، فالرجل طاهر بالتكوين وماءه طاهر بالخلقة، لذلك يمكنه في نهار رمضان أن يقضي حاجته الجنسية بالإيلاج في قرد أو نحوه، لكن لا تولجه في أنثى القرد لأنها لها شهوة وماء فتتنجس فتفطر. لا حد على من وطأ صغيرة لم تبلغ 9 لأنه لا يشتهى مثلها، فأشبه كما لو كان قد أدخل إصبعه في فرجها. الرجل بيستكشف مفيش مشكلة،
اغتصاب الصغار ليس عليه حد. أن أغتصب طفلة ليس عليه حد. أنا كافر. أنا أكفر بهذا. نعم، هذا كله كتب أزهرية ومصادر أزهرية. قلت يا سيدي من البدء، أسست، هم يعرفون هذا. هذا من داخل ما يدرسه بناتنا في الأزهر في سن المراهقة وأولادنا. أنا أكفر بالعبودية. أنا أرفض أن تقول لي هناك عبد يمكنك أن تشتري بالمال. يقول النبي العبد الآبق كافر حتى يعود إلى مواليه. يعني فيه عبد مسلم هرب، هو كافر لحد ما يرجع لسيده تاني ويفضل عبد. يا أخواننا، أنتوا علمتونا في كتبكم الإنسانية إنه الراجل اللي يعمل كده نعمل له تماثيل في الميادين ونحييه ونرفع من قدره ومن شأنه. العبد الآبق ده حد عظيم. أنا أكفر بهذا. أنا مع النبي وفي أنه البس مش حرام، والمفاخذة لا جريمة لها، والعري في مفهومهم عري فيه لون من ال، عايز أختار كلمة مهذبة مش عارف الحقيقة، هو عري من أجل العري ليس من أجل الجمال، أو من لأن الأنثى من طبيعتها أن تريد أن تكون جميلة، تكوينها كده يتخلق معمولة كده لازم تبقى جميلة زي نفسها. هذه عندي امرأة مقدسة. هقول بس حاجة أخيرة وبعدين حضراتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى. كلمتين صغيرين. إضافة أخيرة، وأنا عارف إن أنا شوية مطيل في الكلام، حقكم عليا. دلوقتي كل اللي بيعملوا تصوراتهم عن المعركة مع الأيديولوجيا الإسلامية ولا مع الإرهاب نفسه، أنا أرى أن محاربة الفكرة أقل تكلفة بكثير وأسرع في التأثير وأخضر على الفعل. إزاي ده يتم؟ أنا ما أعرفش. أنا لست صاحب سلطان ولست رجلا سياسيا، وما هذه الدول ماذا يمكن أن تقدم في حرب ثقافية في هذه المنطقة؟ يعملوا إيه؟ أنا ما أعرفش. يعملوا قنوات فضائية، يعملوا مدارس في بلادنا، فضلوا تعالوا بلادنا هاتوا اعملوا مدارس عندنا، بس تيجوا انتوا بمناهجكم بطرائقكم في الحياة زي الإرساليات اللي كانت بتيجي بلادنا زمان فخرجت لدينا كبار مثقفي الأمة العربية. أن تعود الحضارة للتواجد في وسط بلادنا. بلادنا ما عرفتش الحداثة ودخلتها وبنت دولة حديثة، ومحمد علي ما عملش ده إلا بعد ما فرنسا دخلت مصر. ما عرفناش يعني إيه سياسة وقانون ووطن ومسؤولية إلا بتواجد الاستعمار الأوروبي الإنجليزي في بلادنا 73 سنة، فكان يعاشرنا ونعاشره فنتعلم منه. يا ريت حد يجي استعمارنا، مصيبة لو عملنا إعلان يا حد يجي استعمارنا. أخواننا منكم يقول لك روح بعيد عني بلا نيل، أعمل بك إيه؟ بالتالي أنا ما عنديش حل، أنا نفسي في استعمار الحقيقة يجي، ما فيش. طيب يا استعمار ابعت بقى، يعني كلف أنت المرة دي، يعني كلف أنت المرة دي.
اعمل مدارس، خذ المتفوقين في تعليمنا المتعسر والمتخلف، واعمل له مدرسة، تعال اعمل له مدرسة وعلمه على حسابك وعلى حساب الأمم المتحدة. ده متفوق وهينجز ليك والوطن وللإنسانية وللحضارة. أنا ما عنديش حلول، أنا زي بس زيكم قاعد بحاول أجد فكرة للحل. ملهاش حل غير انغراس الحضارة في المنطقة، أو خلاص تعملوا بقى بتاع كده جدار عازل زي جوراسيك بارك علينا كده أول بالكهرباء وبتاع، وتيجوا تعملوا عندنا سفاري برضو تدونا أكل وشرب وترمونا كلاشنكوف وبدافع هاول عشان برضو نصفي بعض، يعني مش متحرموناش من حاجة، تتسألوا ترمونا فستق ولوز. ما هو ما فيش حل تاني، إما أن أن العالم المتحضر يقف إزاء هذا الوحش لتحجيمه وفرض العلمانية فرضا أمميا على هذه البلاد مع مراقبين دوليين مع حقوقيين عالميين مع أساتذة علم وحقوق وقانون في هذه البلاد، وإلا ستخرج عليكم منها شرور ستقضي على الإنسانية. فإذا كنت خايفين من أليانز فنحن أشر أنواع الأليانز. سادة الكرام، إذا جاز لي أن أضيف إضافة للمفسرين في دمار العالم من أيام ما فكروا في طوفان نوح، وبعدين قالوا لا ده في جاي هرمجدون والحرب بين الخير والشر هرمجدون، وإنه في يوم قيامة الإنسان مشغول بكارثة هتصيب الأرض، أقول لكم نحن هذا الوحش، ونحن بتعبيرات اليوم بتعبيرات العلم الحديث المعاصر، نحن بلادنا موقعها في الزمكان، نحن نقف في المنتصف بين زمانين، زمن عمره 175 ألف سنة عندما خرج الإنسان السائر على قدمين من أفريقيا إلى العالم، وظل يفكر بنفس الطريقة حتى ظهور منهج التفكير العلمي في العصور الحديثة، حتى ليلة ظهور بيكون وجون لوك واتسترا وفولتير وغيره. هذا الزمن والفكرة وصاحبها يرفضون التخلي عن الوجود، هذا زمن ماضي يرفض أن يمضي، لا يريد أن يمضي، بل هو يحارب من أجل استعادة بعض زمكانه في بلادنا اللي جاز أن يلحق أو يتطور لخروج من عنق الثقب الأسود الوسطي ليخرج إلى أفق الحدث كما خرجت دولكم الغربية، تمكنت أن تخرج من الثقب الأسود، لا زال الثقب الأسود موجودا يشدنا في الزمكان إلى الخلف، يريد أن يبتلعنا، بل أنه إذا ابتلعنا سيأتي بمن وصل إلى أفق الحدث ليعيده إلى عمق الثقب الأسود مرة أخرى. هي حرب بين زمانين ونحن في الزمكان الأوسط بينهما. شكرا لحضراتكم. في النهاية أشكرك جزيلا على السهرة الممتعة والمفيدة باسمي وباسم الحضور وباسم أدهوك، وبشكر رباب كمان.